أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من صحيفة المدى، موقع إخباري. عوائد النفط ترتفع، لكن هل سيستفيد العراقيون منها؟ في ألترا عراق، الداخلية تؤكد احتجاز عمر نزار للتحقيق في انتهاكات وعملية قتل واغتصاب. وفي موقع عربي 21، العراق يعتقل ضابطا متهما باغتصاب نساء وتعذيب مدنيين. في صحيفة نيويورك تايمز، يجب على بايدن سحب القوات الأمريكية من العراق. في الديلي ميل، في فرنسا من الصعب أن تكون مسلما، اليمين واليسار والجميع ضدك. في ذا هيل، جنرال روسي يدعو إلى اعتقال بوتين بسبب سياسته الإجرامية في أوكرانيا. ونقرأ في العربي الجديد، الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط ترتفع بسبب احتمال غزو روسي لأوكرانيا. نبدأ من مقال الكاتب حسين صالح السبعوي تحت عنوان تحت أثر الاحتلال بالاقتصاد العراقي، ويمكن تلخيص أسباب تدهور الاقتصاد العراقي بما يأتي. أولا، السياسة الاقتصادية الخاطئة والتي تعكس في أدائها السياسة العامة للدولة العراقية التي يسودها التخبط وغياب التخطيط وسوء الإدارة، وذلك بسبب إبعاد الكفاءات العلمية والاعتماد على الطائفية والمحسوبية في إدارة الدولة. ثانيا، الفساد، فلا يختلف اثنان على وجود فساد في مؤسسات الدولة كافة وبشهادة كبار المسؤولين في الحكومة، وقد أصبح الفساد سرطانا ينخر في جسد الدولة العراقية بحيث لا يمكن معالجته بالمهدئات والعقاقير. رغم أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلا أنه كانت هناك موارد أخرى ترفده مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة سواء الدينية أو السياحة العامة، فكل هذه قد ساهمت في بناء اقتصاد العراق ما قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني عام 2003، بدليل أنه عندما فرض الحصار الجائر على العراق والذي دام نحو 10 سنوات، استطاع العراق أن يعتمد على نفسه ويكتفي ذاتياً بالحد الأدنى من دون الاعتماد على النفط، وذلك من خلال دعم الزراعة المحلية والصناعة الوطنية. وكانت تجربة البطاقة التموينية من أفضل التجارب الاقتصادية على المستوى العالمي، فرغم صعوبة فترة الحصار إلا أن العراق استطاع أن يتجاوز تلك الفترة بأقل الخسائر ومن غير الاعتماد على النفط كمورد مالي رئيس، إلا أنه ما بعد الاحتلال عام 2003 أصبح العراق يعتمد على واردات النفط بنسبة 99% بسبب تدمير المنشآت الصناعية من خلال القصف الجوي والصاروخي ونهب ما تبقى منها من قبل أمريكا وإيران وإغلاق البقية منها وإهمال الزراعة، إضافة لعدم دعم المنتوج الوطني والاعتماد كليا على الاستيراد فقط. أما السياحة فهي معطلة بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها العراق، كل هذا جعل العراق يعتمد على واردات النفط دون غيرها. من أسباب تدمير الاقتصاد العراقي تدمير القطاع الخاص، فقد أغلقت أغلب المعامل والمصانع التابعة للقطاع الخاص أبوابها بسبب سوء الأوضاع الأمنية وبسبب فرض الأتاوات عليهم على يد الميليشيات، واضطر أصحاب المعامل والمصانع إلى الهجرة إلى خارج البلاد للبحث عن بيئة آمنة يستثمرون فيها بعيدا عن العراق، على حين كان من الممكن للقطاع الخاص يسهم في معالجة البطالة المنتشرة في العراق بتشغيل العاطلين عن العمل ورد الأسواق المحلية بما تحتاجه من البضائع بدل استيرادها من الخارج. عن الثلث المعطل في مجلس النواب في العراق، كتب أحمد صبري مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، جاء فيه تتداول أطراف خاسرة بالانتخابات خيار اللجوء إلى الثلث المعطل لمواجهة خيار حكومة الأغلبية التي يدعو إليها التيار الصدري، وعدها مراقبون استنساخا للتجربة اللبنانية التي عطلت الحياة السياسية وأدخلت لبنان بالمجهول
بمحاولة لتعطيل عمل مجلس النواب ومنعه من الانعقاد، وذلك بعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب. استقطاب سياسي وانسداد أفق التفاهم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، فإن لغة التغليد واستهداف السفارات والمواقع المدنية التي يلجأ إليها الرافضون لحكومة الأغلبية ونتائج الانتخابات هي رسائل سياسية تحمل في طياتها نذر معركة كسر عظم بين حلفاء الأمس. لم تنجح وساطات طهران ولا رسلها لمعسكر حلفائها الذي بدأ يتصدع بعد إصرار الصدر على استبعاد نور المالكي من أي حل وسط بينهما، وهو الخيار الذي رفضه الإطار وتمسك بالمالكي. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار مسار التوقيتات الدستورية في تسمية الرئاسات الثلاث، فإن الراشح يشير إلى أن تجربة السنوات التي أعقبت احتلال العراق من خلال حكوماته الخمس كانت فاشلة وتحتاج إلى طي صفحاتها المؤلمة التي لم تستطع مواجهة أزمات الفساد والأمن والاستقرار والفقر والجوع والإقصاء ومنع تغول السلاح بالمجتمع وعسكرته. هذا الفشل المتداول في الحكومات يحتاج إلى مراجعة شاملة لإنقاذ العراق وشعبه من ألاعيب الطبقة السياسية التي احتمت بنظام التوافق والمحاصصة الطائفية. آن لها أن ترحل وتطوى صفحاتها بعد أن انكشفت سياساتها وتنكرها لمطالب الشعب ونتائج الانتخابات الأخيرة. الدليل على صحوة شعبية هي امتداد لانتفاضة تشرين التي وضعت هذه الطبقة في قفص الاتهام لمسؤوليتها عن أزمات العراق الكارثية التي وضعت العراق في خانة الدول الفاشلة بعد تجربة السنوات العجاف. أضاف الكاتب: عندما نتوقف عن خيار الثلث المعطل فإننا نرصد التسويق السياسي له من الأحزاب نفسها التي تسيدت الموقف بعد احتلال العراق من دون أمل بالخروج من مأزقه في محاولة لتعطيل الحياة السياسية وعسكرة المجتمع وبقائه رهينة لدى مروجي خطاب الكراهية وسلاحهم غير الشرعي ونهجهم المتقاطع مع موجات الدولة المدنية وسيادة القانون وروح الاعتدال، لأنهم سيبقون في النهاية رهن عقدة الثلث المعطل بحسب قول الكاتب. تقترب عوائد مبيعات النفط في العراق من معدلات تاريخية كبرى، إذ وصلت في شهر كانون الثاني الماضي إلى 8,270,000,000 دولار، وتتجه عوائد النفط المالية إذا ما استمرت أسعار النفط بالازدياد تتجه في طريقها إلى كسر الرقم القياسي الذي سجل في شهر نيسان من عام 2012، عندما وصلت العوائد المترتبة على مبيعات النفط آنذاك إلى 8,800,000,000 دولار. ولكن هل ستصل أموال النفط إلى جيوب العراقيين؟ فلنتابع التفاصيل. يشير المحلل سجاد جياد من مؤسسة سينغري فاونديشن للدراسات إلى أنه مع وجود سوق نفط قوية ومعدلات إنتاج مستقرة للنفط في العراق، فإن عوائد النفط قد تصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار في الشهر، ويقول إن هذا سيوفر للعراق أموالاً أكثر خلال شهر واحد فقط، والتي تفوق ميزانية السودان المقترحة لعام 2022 بأكمله، وهو بلد تزيد نفوسه عن نفوس العراق بمليوني شخص، وتفوق أيضاً ميزانية سوريا لعام 2022 بأكمله بمقدار 4 مليارات دولار تقريباً. مع ذلك فإن أحمد الطبخشلي زميل لدى المجلس الأطلسي للدراسات ليس متفائلا من أن هذه العوائد الضخمة ستنفق بحكمة، ويقول الطبخشلي في حديث لموقع The National الإخباري: الحكومات السابقة كانت تنفق العوائد على مرتبات واستحقاقات تقاعدية، ولكن من الصعب جدا تقليص مبالغ هذه النفقات، إذ يشير خبراء إلى أن تزايد معدلات العوائد المالية يتم غدرها من قبل الأحزاب السياسية التي تملأ قوائم مرتبات الوزارات بأسماء أتباعهم وأنصارهم. في العام 2012 على سبيل المثال، شرع العراق بخطة كانت تطمح لبناء أكثر من 1,000 مدرسة جديدة، ولكن أوقف هذا المشروع بسبب تحقيقات بشبهات فساد وفقا لتقرير هيئة الجريمة المنظمة والفساد، ولم يكتمل سوى 10%.
من المشروع. أظهر حديث الصحافة الفرنسية ومن ترشحوا للانتخابات الرئاسية المقبلة ميلا واضحا لاستخدام ورقة كراهية الإسلام وتطبيع الكراهية للمسلمين في توسيع قواعدهم الانتخابية. قد ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المسلمين في فرنسا يشعرون لهذا بالغضب من تركيز السياسيين على الإسلام، إذ وصف مرشح يمني متطرف بلدة بأنها أفغانستان على بعد ساعتين من باريس. إن هناك مخاوف لدى المسلمين من تطبيع كل من إريك زمور من حزب الاسترداد ومارين لوبان من التجمع الوطني خطاب الكراهية، حيث يقول بعض المسلمين إنهم يعيشون الآن في ظل تشكك دائم. ويأتي الغضب من الخطاب المعادي للمسلمين في فرنسا بعد أن تسبب زمور في احتجاج جديد يوم الاثنين عندما وصف بلدة روبيا في شمالي فرنسا بأنها أفغانستان التي تبعد ساعتين عن باريس. وقال زمور الذي يدين مرتين بارتكاب جرائم كراهية بسبب تصريحاته حول الإسلام لراديو فرانس إنتر: يجب على الفرنسيين المسلمين أن يعيشوا على الطريقة الفرنسية ولا يعتبروا أن الشريعة تتفوق على قوانين الجمهورية. وجاءت تصريحاته بعد أن تلقت صحفية فرنسية كانت تصور فيلما وثائقيا عن صعود الإسلام الراديكالي في روبيا حماية من الشرطة بمبرر تلقيها تهديدات بالقتل بسبب تحقيقها. وبالنسبة للمسلمين الذين يشكلون ما يقرب من 9% من سكان البلاد، فقد شعروا بالقلق إزاء موجات الخطاب ضدهم خلال حملة الانتخابات الرئاسية. والخطاب المعادي للإسلام والمسلمين ليس جديدا، فهو يعود إلى والد مارين لوبان جان ماري لوبان الذي وصل إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2002 والذي ظل ينشر مزاعم ضد الإسلام والمهاجرين. ويرى عالم الاجتماع البارز أحمد بوبكر أن السد في قد انكسر والآن هناك نقص تام في المناعة من الشخصية السياسية التي تتهم المسلمين بالإخفاق في الاندماج. وأضاف: مع ذلك لست مقتنعا أن المجتمع الفرنسي عنصري، إن السياسيين هم الذين يسعون خلف العنصرية الزائفة لجذب الرأي العام من دون أن يدركوا أنهم في الواقع يصنعونها. ننتقل إلى الصحافة الإسبانية، فقد نشرت صحيفة الموندو تقريرا تحدثت فيه عن الحملة التي يشنها الهندوس لمنع الحجاب في المدارس تزامنا مع الموسم الانتخابي في 7 ولايات هندية. وذكرت صحيفة الإسبانية في تقريرها أنه انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الهندية في أواخر شهر كانون الثاني يناير الماضي، انتشرت صورة ل6 طالبات مسلمات خارج الفصل طلب منهن خلع حجابهن لدخول الفصل لكنهن رفضن ذلك. بحلول شهر شباط فبراير طالت الاحتجاجات على منع الحجاب في المؤسسات التعليمية شوارع مدينة أودوبي أكبر مدينة في ولاية كارناتاكا الجنوبية، وتضاعف عدد الطالبات المحجبات التي يدافعن عن الحجاب الذي يشكل بالنسبة لهن جزءا من عقيدتهن، مؤكدات أن ارتداءه حق يكفله دستور الهند العلماني. وفي 5 من شباط فبراير أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي التي يمثل المسلمون فيها 12% من سكانها أنه يتعين على جميع المدارس اتباع قواعد اللباس المعمول بها التي تحظر على الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي دخول الفصول الدراسية، وهو إجراء انتشر بالفعل في ولايات هندية أخرى. وذكرت الصحيفة أن الجماعات الهندوسية اليمينية المتطرفة بدأت تحاصر كليات وجامعات كارناتاكا في محاولة لمنع الفتيات المسلمات من دخولها. تحدثت شابة تدعى موسكين خان في مقطع فيديو قائلة: بدأوا الصراخ في وجهي ودفعوني فقط لأنني أردت أن أذهب إلى الجامعة لمواصلة دراستي، سأواصل الكفاح من أجل حقي في ارتداء الحجاب. تجددت عدة اشتباكات في العديد من الجامعات، وفي أودوبي فرقت الشرطة مظاهرة حاشدة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
أضافت الصحيفة أن العديد من الناشطين اتهموا رئيس الوزراء ناريندرا مودي وهو أيضا من حزب بهارتيا جناتا بالترويج الاضطهادي الأقلية المسلمة وتهميشها التي يبلغ عددها 200 مليون شخص في بلد يعيش فيه 1.3 مليار نسمة، علما أن الهند تضم ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. دعا رئيس جمعية الضباط عموم روسيا الجنرال المتقاعد ليونيد إيفاشوف، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستقالة بسبب المواجهة مع أوكرانيا، وذلك على وفق مقال لموقع ذا هيل الأمريكي، فلنتابع التفاصيل. لاحظ الباحث بول ويردريك غريغوري في مقال نشره موقع ذا هيل القريب من الكونغرس أن إيفاشوف ليس ناقداً لبوتين على طريقة العديد من المنشقين الروس بما في ذلك أليكسي نافالني، فقد كان يحتل أعلى رتبة عسكرية في الجيش الروسي حيث شغل مناصب وقيادات عسكرية رفيعة المستوى قبل تقاعده، وقد كتب العديد من المقالات عن الشؤون العسكرية الروسية والجغرافيا السياسية من منظور قومي متشدد، حتى أنه حاول دون جدوى التقدم كمرشح رئاسي في العام 2011، وبعد ذلك دعا مراراً إلى استقالة بوتين. وبحسب ما ورد يعتقد إيفاشوف أن حلف الناتو قوة معادية، ولكن تجربته علمته أن تهديد الولايات المتحدة الناتو تحت السيطرة ولا يوجد تهديد خارجي وشيك مع القوى الغربية، ولذلك فهو يرى أن الحشد الهائل لقوات روسية على حدود أوكرانيا لا يعني التعامل مع تهديد من الغرب، بل هو لتحويل الانتباه عن المشاكل الداخلية والتحديات الديموغرافية وانهيار مستويات المعيشة والفساد المستشري في ظل سوء إدارة نظام بوتين. ومما يزيد من مخاوف إيفاشوف هو أن تركيا يمكن أن تنضم إلى أوكرانيا في تحالف عسكري إذا ما نشبت الحرب، سيكون ذلك بالطبع لعبة مختلفة تماما. والحل الذي يقدمه إيفاشوف وفقا لمقال ذا هيل هو طرد بوتين إذا لم يجبر على الاستقالة، وإذا لزم الأمر فيجب وضعه في السجن بسبب سياسته الإجرامية. عندما يموت البشر تتلاشى أجسادهم مؤقتاً، ولكن معادلة المصريين القدماء كما نعلم على مدار عصورهم الطويلة التزمت بقاعدة أخرى للبقاء المطرز بالجمال، مثلما تبرز مقبرة وادي المومياوات الذهبية، وهي ثانية أهم الاكتشافات المصرية في القرن العشرين بعد مقبرة توت عنخ آمون، إذ لم تلف تلك المومياوات بلفائف تحفظ أجساد الموتى المحنطة والمعالجة بالزيوت والأصماغ والمحيطة بطقوس الفراعنة وتحت حراسة تعاويذ هؤلاء القدماء. عرف وادي المومياوات الذهبية في العصر الروماني واليوناني، ويقع في منطقة الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية على بعد نحو 420 كيلومتر من القاهرة. قبل الختام هذه وقفة قصيرة مع ما اخترناه لكم من رسوم كاريكاتيرية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى حلقة جديدة من صدى الأقلام، إلى اللقاء.